مجرد دمية في يد الآخرين يحركونها كيفما يشاء، هكذا يرى الإسرائيليون رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو. فمع كثرة إخفاقاته الأمنية والسياسية الأخيرة، لم يعد يثق الداخل الإسرائيلي في من وصفوه بالدمية. صحيفة هارتس والتي جاء الوصف على صفحاتها قالت إنه رغم الأصوات الداعية إلى بقاء نتنياهو من أجل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، فإن نتنياهو يجب أن يرحل، خاصة في ظل الحرب الآن وحالاً. وتضيف هذه الصحيفة اللي هي صحيفة هارتس أن رحيل نتنياهو ليس بسبب عملية 7 أكتوبر أو رفضه الاعتراف بالتقصير الأمني أو حتى بسبب مجموعة المتملقين المحيطين به، لكن الكارثة بنظر هارتس أن نتنياهو أصبح غير مسؤول عن أفعاله، بل ويحركه الآخرون الذين يتخذون القرارات نيابة عنه. لكن من الذي يتحكم في الدمية؟ نتنياهو. الإجابة هنا ووفقا لهارتس هي زوجته سارة وابنه يائير. فالتغريدة التي اعتذر عنها نتنياهو لم تكن خطأ أو غير مقصودة مثلما ادعى اعتذاره الواهي، لكنها كانت مناورة متعمدة لبث السموم وتوجيه دفة الهجوم بعيدا عن نتنياهو. مقصلة نتنياهو السياسية لم تقتصر على الداخل الإسرائيلي فقط، فعلى المستوى الدولي يبدو أنه قد اقترب لنتنياهو حسابه. فعلى بعد أمتار قليلة فقط من معبر رفح وفي سيناء المصرية، انتقد المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم أحمد خان عدم قدرته على الدخول إلى قطاع غزة، وذلك للوقوف على المعاناة الإنسانية بداخل القطاع، وتوعد أيضا بملاحقة كل من تسبب في جرائم الحرب التي تشهدها غزة. ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تتعاون أيضا مع تحقيقاتها، إلا أن إدانة نتنياهو في مثل هذه القضية ستجعل مجرد تحركه خارج الأراضي المحتلة ضربا من الخيال. فإلى أين يذهب نتنياهو إذا اشتدت مقصلته داخليا وأصبح ملاحقا خارجيا؟ وهل سوف تصبح غزة مقبرة نتنياهو السياسية؟